فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من ناحية الصيام والصلاة وسائر الطاعات؟ أما الصلاة وسائر الطاعات ما كان يخص شهر شعبان بشيء، وإنما عمله في شهر شعبان كعمله في سائر الشهور. أما الصيام فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يستكمله وإنما يصوم أكثره. وأما غير الصيام فليس لشهر شعبان خاصية دون غيره من الشهور. قيام الليل هو هو في جميع الشهور، ليالي شعبان كلها سواء، خلاف اللي يقولون ليلة النصف من شعبان لها خاصية وأنها هي ليلة القدر، هذا غير صحيح. ليلة القدر في رمضان، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص ليلة النصف من شعبان بشيء، لا بقيام في ليلها ولا يخص نهارها بصيام، وإنما هي كسائر الليالي. وأما ليلة القدر فإنها في شهر رمضان وليست في شهر شعبان. والليلة المباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان كما يقول بعض الجهال أو بعض المخرفين. فليس لليلة النصف من شعبان خاصية ولا ليومه خاصية، وإنما هو كسائر الليالي والأيام. نعم.